بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنراجع مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي. أولا الجغرافيا، الفصل الأول، ضع علامة صح أو غلط أمام كل عبارة مع التصويب. واحد، يزرع قصب السكر في المناطق المدارية المعتدلة الباردة. طبعا غلط، هو بيزرع قصب السكر في المناطق المدارية الحارة. اثنين، تعد قارة أوروبا أكبر قارات العالم في تربية الأبقار. طبعا غلط، هي أولى قارات العالم في تربية الأبقار، هي قارة مين؟ آسيا. السؤال الثالث، تشتهر استراليا باجود انواع الصوف. طبعا صح، قلنا اسيا عندها اشهر انواع للصوف بسبب تربيتها لحيوان اسمه المارين. اربعة، بيتم صيد الحيتان للاستفادة من لحومها وشحومها. طبعا صح، ودي من ضمن الثروة السمكية. اثنين، بما تفسر، تزرع الارض في مناطق الزراعة الكثيفة اكثر من مرة في العام الواحد. قلنا بيتم الزراعة عليه اكتر من مرة بهدف اشباع حاجة السكان المحليين من الاستهلاك، يعني مقصود بها بهدف الاستهلاك المحلي فقط وليس التصدير. اثنين، اهمية القطن المصري، ايه هي اهميته؟ هقول لانه من اجود انواع القطن في العالم ومعظمهم لانواع طويلة التيلة. ثلاثة، تعتبر استراليا اولى دول العالم في تربية في انتاج الصوف زي ما قلنا من شوية بسبب تربية استراليا الاغنام المارينو الشهيرة. طبعا هذه الاغنام بغزارة الصوف بتاعها. ثلاثة، بيزرع قصب السكر في كل قارات العالم ما عدا قارة اوروبا. قلنا ليه؟ بسبب عدم ملائمة الظروف المناخية في اوروبا لزراعة قصب السكر، لان قصب السكر بيحتاج لحرارة مرتفعة، مياه وفيرة، فبيزرع في المناطق المدارية الحارة من قارات العالم، لكن اوروبا بتقع في المنطقة المعتدلة فلا يتوفر بها شروط زراعة قصب السكر. طب بعد كده تعالى نشوف التاريخ. السؤال الاول، اكتب ما تشير اليه كل عبارة من العبارات الاتية. واحد، تنظيم كونه بعض ضباط الجيش المصري قبل ثورة 23 يوليو 1952 بهدف استقلال الوطن والقضاء على الفساد بتاع الحكام. قلنا طبعا ده تنظيم الضباط الاحرار. اثنين، معاهدة جعلت مصر ميدانا لمعارك الحرب العالمية الثانية، والمعاهدة دي ادت الى استنزاف جميع موارد مصر. طبعا دي معاهدة 36. ثلاثة، مؤتمر قرر فيه وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طبعا ده مؤتمر ساندي مو كان مكانه في ايطاليا. بما تفسر، وقوف مصر بجانب سوريا عام 1967 ميلاديا. ده طبعا بهدف ايه؟ تطبيق الاتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا. اثنين، تقديم الولايات المتحدة الامريكية لمبادرة لوغارس. طبعا قلنا لوقف اطلاق النار، ده تمهيد لحل النزاع بين مصر واسرائيل بشكل سلمي. طب اخر سؤال، ما النتائج المترتبة على قيام مصر بتأميم شركة قناة السويس في يوليو 1956؟ طبعا ادى هذا القرار او هذا التأميم الى ان اصبحت مصر هي المالكة الوحيدة لشركة قناة السويس، يعني اصبحت هذه الشركة شركة مصرية وادارتها ادارة مصرية. النقطة الثانية، ادى الى العدوان الثلاثي على مصر 1956. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.